أول شيء تحدي قمم الإمارات هو تحدي رياضي بيسلط الضوء على الرياضات الجبلية يلي هي الهايكينج، التراكينج، التريل رانينج، وطبعا لما ما نروح على الإكستريم نروح على تسلق الجبال. نعم طبعا هيدي الرياضة مشهورة جدا بالعالم، والإمارات إلى جو كتير كتير كبير. عندنا طبعا الجبال بالإمارات جبال جميلة جدا، ووحدة من أهداف شركة إيفرست نسلط الضوء على الطبيعة الحلوة، على الجبال الحلوة. ثابت نحن مع الشركاء الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وطبعا المجالس الرياضية بكل الإمارات، قررنا أنه يتزامن هيدي الفعالية انطلاقة النسخة الأولى مع يوم العلم. وطبعا نحن كمتسلقين جبال ماونتينيرز بيعرفوا لما يوصل واحد على قمة الجبل دايما بيرفع العلم، بيرفع صحيح. علم بلده. فكان الثيم لهيدي السنة وكان السلوغن ارفعه عاليا ارفعه بفخر. حنبلش نحن بأعلى قمة بالإمارات، قمة جبل جيس يوم السبت بأربع نوفمبر، وندعي كل المشاهدين ينضموا لهيدا التحدي. وهو التحدي معمل له ديزاين الكل يشاركوا فيه، عدة ليفلز، عدة مستويات، كل الأعمار، كل الفئات، النساء ورجال،